تذكر الساعة؟ كمان كيف أول ما بلشتوا على الساعة يعيركم ميشيل؟ خذوا نفس قولوا ايه للنفس، بس هون في فرق انه تحت المي. تحسنت. انتبهوا كثير على الديتاي هلا شو هو خوسيه شو صوته؟ باريتون. اكيد. بس ولا وحده منكم عندها صوتها هي. سوبرانو. سوبرانو كولوراتور. عالي كتير ها؟ عالي ايه. بتعرفوا ليش عم يبرم حواليها؟ بده يضل يبرم لانه بده انه ما تحس وجوده. لما بتكون واحد عم يغني لازم يركز منيح بس على صوته، على الغنية، على كل شيء، ما يلتهي بالناس. مثل ما عم بيصير فينا نحن، بتكونوا بس كون في بيبليك تلتهوا بالبيبليك تنسوا الاساس. هلا بدك تركزي لدرجه انه ما بقى تحسي اني انا موجود. هيك بيشتغلوا. بعيد. هيدي النقطة العالية اللي عطتها هلا لو مزبوط هي عم تغنيها. اكزاكت نصا. شفتوا كيف؟ وهو رايح فيها. شفتوا كيف صابطها؟ قال لها كملي. التهت، فتح البردية التهت. وانا قال لها ما في شيء بيخليك توقفي، لو فتح بردية، لو اجى حدا دق الباب بدك تضلك تكملي. تركيز 100%. الكتافات لازم يكونوا مرتاحين مش مع هيك مشنجين. شانتي غني. علي شانتي. عندها هيك بس فظيعة فظيعة يعني عم بتغني. مخيفة اللي بتغني. مخيفة. ايه قال لها سكرت عينيا. ما بيسوى تسكر عينيا. قال لها ما الناس بدها تشوفك، بتحرم الناس يطلعوا فيك. شوفي لحديت وين كونسنتراسيون والعينين. في اعلى. انا سمعت اعلى من هالنوتات هذه. انت سمعت اعلى؟ والله جد في اعلى. هلا جاي اعلى منها هي. طب مدام كيف هذه في اللي اسمها دليدا؟ لا قالته دليدا الله يرحمها. السنه عاملين لها سنه ال 21 سنه موتتها. عاملينها بالاوتيل دو فيل بفرنسا. سمعت المختار تبع فرنسا عمل لها وخيا اورلاندو
وابن خيا لويجي عاملين اوماج طويل عريض إلها. ان شاء الله رح يعملوا بلبنان كمان رح يعملوا لها ايه لا لا ايه تعاوني شيء جيسبر ما اني قالني اون ايجيبت بسوبرا شبرا تسرح بعالم ثاني ليك شو عم تسألوا مرته هلا حست مرته انه كتير رايح بالتلميذه وناسيها ايه قالت له شو انه حبيتها بلا ليكو هون عم بيعلموا الكلام الماني هلا في مزورة روح زيادة نرفز منه طالع برا لأن كل شوي طالعها قال له اظهري لبرا شو الطق هذا؟ هيدا المترونوم ما حدا بيعطيك يعني بيت بيعطيك الريت تيك تك تيك تك قال له طلع ديني طرقوا كف ايه الصغير قال له طلع ديني شو عمل الاستاذ طرقوا كف بده يفل راح فش خلقه بالغابه وقعد يكسر حطب لحقته البنت جاي من الشارع مش انه عم بيقول لها الواحد تيسير معه مصاري لازم يكون يكون عنده الموهبة ما واحد بس يكون في موهبة وشطارة وعلم بيوصل الواحد نكرزت منه بلش هلأ بلش يبين في نوتة غلط على التلميذ صوته مدام تمرين صوته قطع وفوكاليز لا مش صوته هو ابدا تلميذ. واحد تاني اكيد بس عم بيمثل منيح الشاب يمثل عم بيمثل احسن كانه هو كانه هو احسن من البنت ايه قفشته هنا تعتمد على حسب قال لها كيف لقيتي ما بتعطي رأيها بس مش مثل رأي الأستاذ موسي نشتغلوا أكتر ألا ضيع المزورة بلشت تنغرم فيه هذا كله قال لما بدل ما نقعد هون وطر لي اعصابي عم بغني غلط هيك تنفل هيدي اوبرا دون جوفاني هلا بغنوا ديو كثير حلوه لا تشي داري لا نام تيرا را 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 Non vorrei
هي مغنية على عادي جدا. عادي هلا هيك. هي بلشت تنغرم بالاستاذ ايه؟ ولا بال لا بالاستاذ. شمشاك اخوي قالت له شو بنبسط بشوفك عم تضحك لانه ما بيضحك. قال لها شيء منها رار يعني شيطانة بالتلميذة. ايه عفوا قال لها اوقات. قالت له اوقات تبتسم تضحك. في اشياء بالكلام لو تفهموها كلها روعة. قال له بدكم تشتغلوا اكثر فو ريفولتي يعني بتطعشوا. بتعرفوا كمغني عالمي كثير بياخد على خاطره لما بيشوف ما بيقدر يغني. مش هينه. واحد بيقضي حياته من هو وصغير غنى 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 بيوصل وقت ممنوع بقى يغني. مش هيني. أنا راجعة بصي قديشك حلوة. في لحظاتنا معا هناك دائما من يطلب المزيد. بينما يقوم أحدنا بحركة تضيف لمسة مرح على الآخرين، وكالعادة لا بد أن تحفل أمسيتك بجمع محبة، لأن ليز يستخدم بطاطس طبيعية 100% ومحضرة بعناية خاصة، فهو دائما الأفضل جودة في لحظات ممتعة لا تقاوم. ليز، تمتع بلحظاتك. قلت له انا ما بفل ابدا. قال لها لكن انا اللي رح فل جنار.